لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. مصباح اسم علم مذكر عربي، وهو اسم آلة بمعنى القنديل أو الفانوس أو السراج. وفي التنزيل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، من سورة النور من الآية 35. والمصباح كذلك قدح كبير يصطبح به أو السنان العريض، وكانوا يسمون به الجواري والقينات، مثل مصباح المغنية المشهورة في العصر العباسي. وهذا المعنى موجود بالكامل في وصف الفيديو في الأسفل، كما يمكنكم الاشتراك في صفحتي الإنستغرام والفيسبوك لقناة أسماء عربية، وهي موجودة في الوصف أيضاً.